بطلة الجمهورية في رفع أثقال وألعاب قوة، وبطلة أفريقيا في كرة ريش. الحمد لله حققت بطولات جمهورية كتير، اتسميت في الفتاة الذهبية. ورغم أن عمري مثلا 50 سنة، أنا ما زلت بلعب رياضة وهفضل ألعب رياضة لغاية آخر نفس في عمري. ما بنحاولش نبص لنظرات الناس، ما بنحاولش. كان زمان كنا بنتضايق لأن كانت نظراتهم مش حلوة، إنما دلوقتي استحسنوا شوية شوية، مش هقول قوي يعني. ما فيش صعوبات بالنسبة لممارسة الرياضة، بالعكس، لما أنت كل ما بتديها كل ما بتديك، وفي نفس الوقت طالما مهتمية بيها كتغذية كتمرين كنوم، مش نوم متأخر وصحيا متأخر والكلام ده، لأ، لازم أحافظ على نومي، على أكلي، على حياتي نفسها. متجوزة بقالي 2 سنين، الحمد لله متجوزة واحد رياضي، فبالنسبة لي إن هو مشجعني إن أنا أكمل رياضة، مش إن أنا مجرد اتجوزت أقعد في البيت، لأ. والحمد لله محافظة على بيتي ومحافظة على شغلي ومحافظة على رياضتي. البلد عامة إن هي مش معترفة قوي بكسر القامة. طموحاتي في المستقبل إن أنا أخلي كسار القامة كلهم ليهم طموح وشأن وحاجات كتير قوي، يعني نفسي أشوفهم كده أبطال عالم.